وللحديث عن استمرار التغيير الديموغرافي في سوريا ودلالات ارتفاع معدلات الفقر في مناطق سيطرة النظام، معنا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان. أهلا بك معنا أستاذ وائل. أهلا بكم، تحياتي. حياكم الله أستاذ وائل. كيف تقرؤون بداية هذا التعديل الجديد للمخطط التنظيمي في دمشق الذي يحمل الرقم 106؟ إلى أي مدى يحمل رسائل سياسية ضد سكان المناطق التي شملها؟ نعم، هناك مجموعة من الإجراءات القانونية، أي من سن المراسيم والقوانين، وهي بطبيعة الحال بحكم الملكية المعروف عليها على أنها حق لا يمكن المساس به. ومن الناحية الأخلاقية هي ليست قوانين بل هي تجاوز القانون. وبالإضافة إلى مجموعة إجراءات النظام أراد منها أن يصل إلى ما يسميه هو بخطابه الشعب السوري المتجانس، أي الشعب السوري الذي يقبل حكم النظام إلى الأبد، بأن يقبل أن يكون هذا النظام الأمني، هذا النظام العسكري مسلطا على رقابه دون أن يستطيع أن ينبس ببنت شفا. هذه القوانين، قوانين الاستملاك، مع إجراء ضمن القانون الطلب بتعريف الملكية وإثبات الملكية بفترة زمنية محدودة جدا، بالبداية كانت شهر واحد ثم امتدت لسنة واحدة فقط. والجميع يعلم أن المهاجرين وأن النازحين وأن اللاجئين لا يجرؤون أصلا على أن يتواصلوا مع أحد من في الداخل أو عن أن يعودوا إلى الداخل السوري في مناطق سيطرة نظام الأسد. لذلك بعد سنة وإثبات، عفوا يعني أستاذ وائل، إثبات الملكية يجب أن يكون داخل البلاد أم عن طريق القنصليات والسفارات؟ لا يجب أن يكون داخل البلاد، لكن النظام طبعا يقبل الدرجات من القرابة. يعني هناك حد إلى أن يكون مثلا الأصول والأبناء وأبناء العم، الدرجة الثالثة من القرابة مقبول أن يأتي فيثبت الملكية. لكن نحن نتكلم يا سيدي عن مناطق واسعة جدا قد لا يملك وثائقها لدى المالك الأصلي، بمعنى نحن نتكلم عن منطقة جوبر، عن منطقة دارية، خلف بساتين الرازي، وهذه المناطق جدا مهمة. نتكلم عن القابون، هذه المناطق نتكلم عن برزة، يعني خاصة أستاذ وائل هنا لا نتحدث عن حالة لربما طبيعية، نتحدث عن حالات تهجير ودمار، ويعني خرج أبناء تلك المناطق بأجمعها. تماما، هذه المناطق يا سيدي الأبنية فيها تعرضت للقصف وللتدمير. الكثير والكثير من الوثائق، من سندات الطابو، من عقود، من وثائق، حتى من الوثائق الشخصية للأشخاص، دمرت وأتلفت وحرقت بقسم كبير جدا. فضلا عن أن هؤلاء السكان هذه المناطق القسم الكبير جدا منهم هم من الذين هجروا قسرا. والنظام، النظام السوري اليوم، هذه معلومة مهمة جدا، النظام السوري صنف كل من تم تهجيره بالباصات الخضراء على أنه إرهابي، ويلاحق أي شخص يتم التواصل معه من قبل الذين هجروا من بيوتهم ومن أحيائهم. حتى العائلات، العائلات على ما أعتقد، العائلات التي خرجت من مناطق ريف دمشق باتجاه إدلب صنفها على أنها عائلات الإرهابيين. الجميع يعني النساء، الأطفال، الشيوخ، الرجال، من كان مخرطا في المظاهرات أو في المعارضة أو مع الجيش الحر أو لا، خرج في المناطق لأنه خاف أن يبقى في هذه المناطق. الجميع تم تصنيفهم على أنهم إرهابيين، والجميع لا يجرؤ أحد أن يتواصل معهم. فحتى ابن العم أو الأخ الذي في مناطق النظام لا يجرؤ أن يأخذ تفويض لإثبات الملكية من قريبه المهجر والنازح. لذلك اليوم نحن أمام ما يسميه النظام أنه أعطى الشيء القانوني أو الفترة القانونية، لكن حقيقة هي حيلة، هي موضوع استملاك لمحيط دمشق من أجل تغيير ديموغرافي واسع. اليوم هناك مناطق واسعة جدا تقوم بإعادة دراسة مشاريع إعمارها شركات إيرانية، شركة خاتم الأنبياء وشركة جهاد البناء وشركات أخرى
مملوكة بشكل أو بآخر للحرس الثوري الإيراني هي من ستقوم بالقسم الكبير جدا من مشاريع في محيط دمشق. نتكلم عن بساتين دارية خلف الرازي، نتكلم عن جوبر، نتكلم عن دارية، عن المعظمية، نتكلم عن جوبر، هذه نتكلم عن القابون، هذا هو محيط دمشق. طيب نعلم يحيط بدمشق. نعم سيد وائل، يعني نعلم أن موضوع إعادة الإعمار هو موضوع مؤجل ومجمد حاليا بسبب تعنت النظام يعني بملفات معينة. إذا ما الذي يحاول فعله النظام؟ هل هو تحضير لتلك المرحلة أم ماذا؟ شوف سيدي الكريم، الشركات الإيرانية تستطيع إعادة إعمار جزء كبير جدا من المناطق والاستيلاء عليها، لكن هذه الشركات الإيرانية كما النظام متفقون على أن لا يقوموا بالإعمار لأنهم يطمعون بأموال إعادة الإعمار من الدول المانحة من الخارج، لا يريدون أن يبذلون أي شيء من الأموال الكبيرة التي يجنونها سواء بموارد الطاقات في سوريا أو التي في إيران أو حتى من تجارات الحرب التي راجت بشكل كبير جدا في سوريا، حتى المخدرات المخدرات طبعا وتهريب البشر وغيرها والسرقات الكبيرة جدا، لا يريدون أن يدفعوا شيء، يريدون أن تبقى موضوع إعادة الإعمار مكسب لاحق. لكن تم توطين أعداد كبيرة جدا ممن أعطي الجنسية السورية من العراقيين ومن الإيرانيين ومن الأفغان ومن الميليشيات، كل هؤلاء كانوا مجندين لدى الحرس الثوري الإيراني وكانوا مع عائلاتهم وتم توطينهم في البيوت المتبقية في هذه الأحياء التي من المفترض أن تتولى شركات إيرانية إعمارها. كما أن النظام يبقي ذريعة عدم وجود الإعمار وعدم وجود إعادة الإعمار كي يستمر في اتخاذ المدنيين دروعا بشرية. يعني اليوم مثلا عندما يتكلم النظام عن أسباب الجوع الكبير وعن أسباب الفقر الكبير المدقع الذي تعيشه كل المدن السورية، هو يتكلم عن قانون قيصر، يتكلم عن مؤامرة كونية، يتكلم عن أن الجميع متفق على إذلال سوريا لأنها محور الصمود والمقاومة، من هذه الشعارات التي ما زال يخدر بها الرأي العام في إعلامه، ما زالت هذه هي سرديته. طيب. الإعلامية يتخذ المدنيين دروعا بشرية في حين أن كل ما سيأتي من أموال الأعمار، من السرقات، من تجارة المخدرات يكتنزه بأموال ومبالغ ضخمة جدا. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات السيد وائل علوان، شكرا جزيلا لك.